السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من آخر خلاص، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب الجزائر اليوم أمام منتخب بوركينا فاسو، مباراة في الجولة الثانية من تصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإذن الله تعالى، الدور الثاني أو المرحلة قبل النهائية. الجزائر قدرت تفوز على جيبوتي فوز كبير جدا، أكبر فوز لحد دلوقتي موجود في الجولة الأولى وفي أصلا في البطولة دي في التصفيات 8-0. الجزائر هتلاعب بوركينا فاسو على ملعب بوركينا فاسو، هو لا هو مش على ملعب بوركينا فاسو، هو ملعب مراكش. ملعب مراكش معرفش ليه المباراة ما اتلعبتش في بوركينا فاسو مع ان المفروض هي يعني مباراة بوركينا فاسو. المهم بوركينا فاسو هتلعب امام الجزائر على ملعب مراكش اليوم بإذن الله تعالى الثلاثاء 7/9/2021 او 7 سبتمبر 2021، المباراة ميعادها الساعة 8 مساء بتوقيت الجزائر، 8 مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب. المباراة ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بتوقيت آسف مصر وليبيا والسودان. المباراة ميعادها الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة، السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 11 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. بالنسبة للقناة الناقلة للأسف مفيش غير فيفا يوتيوب تشانل، أو بمعنى أصح قناة الفيفا الاتحاد الدولي الفيزا الفيفا لكرة القدم على اليوتيوب. قالت انها هتذيع المباراة، هل هتذيع ولا لا؟ مش متأكد بصراحة. عندنا قناة تانية بنسبة يعني متوسطة هتذيع المباراة، وهي قناة الجزائرية الأرضية، الجزائرية الأولى الأرضية. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، ونتمنى التوفيق طبعا لمنتخب الجزائر. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.